برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي يحتوي على مجموعة من الوحدات الإثرائية والوحدات المهارية، منها كما ذكر منها البرنامج الاختراعات، ومنها طبيب المستقبل، وأيضا الروبوت والعلوم الحديثة في وأيضا التطبيقات الكيميائية، ولا ننسى أيضا المهارات القيادية في القيادة وفي الأمن الرقمي والتأثير، جميعها من المهارات التي تقدم للطلاب. حرصنا في هذا البرنامج باختيار وانتقاء المدربين على مستوى مميز، سواء على مستوى التأهيل الأكاديمي من الدرجات العالية، أكاديمية عالية، أو تخصصية البحتة الاحترافية لتقديم أعلى درجات من التدريب الممكن للطلبة.